السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، معكم اخوكم ركام قناتهم جيمز هنت. اليوم جاكم حلقة جديدة وجيم بلاي جديد من لعبة مونت بليد فاير اند سورد. الحلقة هذه رقم 15، نقول بسم الله توكلنا على الله. طبعا الحلقة هذه بنحدد فيها وش السالفة. فمن ال عفوا من الحلقة اللي راحت يعني ما سويت شيء كثير، اللهم اني عرفت ايش مشكلة الجنود اللي ينسحبون من الجيش، لان لاحظت ان الجنود يعني اجيب 130 فجأة كذا وانا ماشي يصيرون 105 110. السبب يعود انه لما نجيب جنود ما هم يعني من نفس الدولة، من دولة معادية، يعني مو مشكلة من دولة ثانية لكن ما تكون دولة معادية. اذا كانت دولة معادية يبدون ينسحبون. فكان عندي وحدات من السويد، وحدات من الكوساك، وحدات من موسكو مع الجيش اللي هو اصلا بولندي، اغلب وحداتي انا بولندية بما اني زرت مع الشعب البولندي. فبالتالي صار في انسحاب، وبعدين يعني طبعا بحث في النت وزي كذا وجدت ان المشكلة لازم اذا كنت مع دولة ولها اعداء ما تاخذ الجنود الاعداء من هذه الدولة عشان لا يصير في انسحاب في الجيش وتضيع فلوسك على الفاضي. وهذا اللي سويته، حاولت اني دا يعني اسرح الجنود اللي ما هم بولنديين واخليهم كلهم بولنديين و من الشعب هذا الاخضر زي السيمن والكابيكولو. ولقيت برضه مريت على كذا مدينة، لقيت مرافقين، جبت مرافقين جدد زي ما شايفين، يعني لسه يبغون نلبسهم ملابس وشيء زي كذا. ف الحين ما طبعا رحت برضه المدن، سويت طلبيه فور ساو الجنود، وزي ما تعرفون لازم تاخذها 4 ايام، فسوينا طلبيه تاخذها 4 ايام فور ساو الجنود بولنديين وفي كاركوف وليفيف واتوقع في مينسك وسلاتسك. الشيء اللي بنسويه في الحلقه هذه طبعا بيحدد لنا الحين من جد، يعني اكتشفنا مونت بلاد وفارن سورد، عرفنا ايش السالفه، اشتغلنا مع شعبين تقريبا. الشعبين ذولا كلهم يحبون بعض اللي هم بولندا والخانات. فالحين سالت انا اغلب النوبلز وامراء بولندا، قلت لهم وش يسعدكم، كيف تبغون يعني نخدمكم؟ قال تبي تخدمنا، اهجم على السويدين، دمر السويد وانت ان شاء الله بتكون ايش حبيب قلبنا يعني. فحبيت انا زي ما تذكرون في الحلقه اللي راحت وكذا حلقه قلت لكم نبغى نشوف لنا واحد يبغى نرجع له الحكم ونرجع له الحكم. فما لقيت الا شخص واحد فقط فاير اند سورد هنا، عكس وارباند. وارباند كل دوله تلقى لها معادي يبغاك ترجع الحكم، فاير اند سورد ما في الا شخص واحد فقط تلقاه في المدينه هذه. هو اصلا روسي وطاردين الروس ويبغون يجيبون راسه، فيبغى أنا أجي موسكو وأذبح الملك حق موسكو وأخليه هو يصير الملك، يعني أرجع الحكم. فهنا شخص واحد فقط ممكن ترجع الحكم. فأنا ما ودي إيش أحارب موسكو صراحة، قلت يعني كنت أدور صراحة واحد معادي هذه الدولة الكوساكي مناتي بما أننا الآن في حرب معاها. فما لقيت إلا لقيت شيء واحد غريب، وأنا أمشي وأدور بالمدن في مدينة سمولنسك اللي هي اتوقع انها هي ما هي عاصمة بولندا، لان هذه المدينة تبع الملك حق بولندا، بس انها يعني مدينة ضخمة جدا. ولقيت واحد هناك يبغاني احارب السويدين، قصته غريبة صراحة، فبنروح نشوف شو قصة اهله. والظاهر انه دخل معايا صراحة، ما ادري فما ادري صراحة هي، لان انا رحت كلمته بس اني صراحة ما ادري هو المفروض يكون معايا بالجروب، ما ادري سويته غير موافق عشان ايش يصور الحلقة، ما ودي يجي معايا بدون ما اصور. فقلت خلينا نوري المشاهدين هذا الشيء، ما له داعي نسويه خلف الكواليس، ونبي نقرب المرة وش يقول. في واحد لفل معايا، هذا
هذول المرافقين الجدد يتضاربون مع بعض زي ما انت ولد. ما علينا منهم، ندخل المقهى. ايوه هذا هو. فانا اصلا عندي كويست زي ما شايفين، ما ادري وش وضعه، فيها نفس اسم هذا الكولونيل. يقول لك الوار لورد هذا واحد من امراء حقون بولندا، قال لي ايش؟ قال لي روح دور هذا الكولونيل اللي الحين لقيناه، ذا اولد بوليش اوفيسر. يقول هذا اصلا كان ضابط معانا في بولندا. يقول تلقاه في واحدة من المقاهي. فهذا هو فعلا لقيناه. فهذه مهمة اصلا ما اخذها انا من احد الامراء حقون بولندا. فعشان كذا قعدت ادور في المدن، وفعلا اكتشفت هذا هو الرجال اللي يعني خلينا نقول هو اللي ايش القصة تبع بولندا. لما تدخل مع بولندا كل شعب تدخل معاه له قصة في فايرن سوارد. فهذا قصة بولندا وكيف اننا يعني بنمشي فيها ان شاء الله لنهاية تختيم، هي اننا نحارب السويد، لانه العدو الاساسي لبولندا هم السويد، اللي داعس البولنديين السويدين، واللي داعس والسويدين والبولنديين داعسين اللي تحتهم هم الكوساك هيمناتي. فكل شعب داعس على شعب ثاني. فهذا هو جيت وقلت له كيف ممكن تفزع لي في خدمة الشعب البولندي، لأنه هذا أصلا يعني أوفيسر قديم في بولندا، فهو عنده خبرة كيف ممكن يفيد بولندا. قال لك indeed I have calf down كانت لفوز. قال لك إيه طبعا أنا إنسان خبير في بولندا زي كذا. brought down to my own hand the barber would make a fortune trimming my forelock. يعني قاعد يمدح نفسه. فالزبدة قلت له I wish to call you to my side. قلت له أبغاك تجي تنضم معي بس في الجيش، لأن أنا ناوي إيش ألعب بالنار، يعني قصدي ودي أحارب السويد. صراحة السويد شعب صعب، عشان كذا قلت ودي ألعب بالنار. المشكلة لازم أسوي كذا. to join me in my campaign against the Swedes. قلت له أنا بسوي حملة وتوجهي راح يكون ضد السويدين، لأن شعب الكوساك منات الشعب ضعيف، والبولنديين واضح إنهم متمردغين فيهم، والحلقة اللي راح تذكرون أخذنا قلعة عليهم زي كذا، شعبهم أبو كلب. وبرضو الكوساك يعني داخلين في حرب أصلا برضو مع السويد، وداخلين برضو مع الخانات، فيعني شعب أصلا بيموت بعد شوي، بيختفي الشعب الأحمر هذا. فالحين بنركز على السويد. طبعا وافق ودخل معايا في الجروب. يقول ذا سويد يو سي، يقول تبي تروح ضد السويدين يا حبيب قلبي، أنا هذا اللي أبغاه. فيقول إيش only then would I not go and even so I would tear them from the earth. يقول أنا ودي من جد حارب البقر السويدين وقطعهم إربن إربن. I have a mighty craving for Swedish meat. يقول أنا صراحة يعني زي ما تقول إيش مشتهي اللحم السويدي، لحم بشر قصده طبعا. How I dream of tasting it once more. يقول والله يقول أنا قد دعستهم والحين ودي أذوقها مرة ثانية لحومهم وأشرب من دمهم وما أدري إيش. والله يقول ك ك ك كعطش الذئب لدم شو اسمه ذا الخرفان ما أدري إيش وضعه. فيعني يقول أنا أكره هذا الشعب لأنه يتدخل دائما في أراضي ما هي تبعه زي كذا، ويعني بيدخل معي. فهو الظاهر إنه دخل في الجروب معي زي ما شايفين هذول ماشينري ماركسمان. انا ما احب القوات الاصليه. نطلع الحين. طبعا جتني مهمه وجاء معايا الرجال ذا زي ما شايفين كولونيل. اتوقع بدينا يغير اغراضه صح. ايه شوف هذه اغراضه زي ما شايفين، طاقيه 7. ودنا نعطيه اشياء افضل زي مثلا بادي ارمر. والحين معايا جنرال زي ما شايفين. بنعطيه اغراض 29 يا حبيبي، خذ لك شيء جامد. نعطيه السلاح ذا، مدى اذا عندي طلقات ولا لا. ما عندي طلقات الا والله عندي، استغفر الله العظيم. طيب يبغى لنا درع. عندي درع من اول من عهد قارون. فزي ما شايفين حصلنا درعنا هذا كم 9 صار شكله. بس انا افضل نعطيه بيستل نشوف ايش اقوى بيستل عندي. 69 يعني هذا تقريبا اقوى بيستل. هذا ما ادري هو بستول ولا وش هذا، بنت كارباين. لا هذا شوي زي ما تقولون يعني ما هو بندق ولا هو يعني مسدس، لا وسط كذا زي الشوتجن ما ادري شو.
أمه. بس الزبدة أنا درعنا الرجال، أعطانا أفضل طاقية عندنا وأفضل أشياء، بحيث أنه إيش يكون فعلا كفو في المعارك. السلاح حقه قال أبو كلب، فنعطيه سلاح الستايل العربي. أوكي، طبعا هذه كلها أغراض المعارك. زين شايفين الأكل، يبغانا نشتري لهم أكل، فحسناه شوي ونطلع فوق. يعني يقول انه هو ايش فنان في المعارك زي كذا، ما ادري اغراضه حراج بن قاسم، ما هي ذيك الاغراض. فطورت الظاهر لا يكون بس من النوع اللي ما غير يتكلم. نشتري اكل الحين، الجروب حقنا، نحاول نبيع شوية اغراض. نبيع ايش؟ البستلز الابو كلب، والله هذا الرينج عاد اطلق. والله نبيع اللي أقل من يعني 60 أو اللي حول 60. هذا البنت خرابيط، هذه بنت يعني مكسور، بي اي ان تي يعني شيء مكسور. ف الهيد ارمر هذه خليها نعطيها الجروب، في ناس عندنا جديدين دخلناها في الجروب. 4 ارمر، هذا القرنبع نبيعها كلها زي ما شايفين، جاني 600. فطبعا اعطاني مهمة، يوم جبت الرجال ذا جتني مهمة، هذه مهمات قديمة، هذه ما ادري وش دي، خل نروح نخلصها دي. قريبة. يا سلام، اشو اننا شغلنا ذا المهمة، شيكناها، لانه يبغانا نجمع ضرائب من هذه القرية. شوف مدينة جيب فالنتيرز منهم. كولكت تاكس، ستارت كولكتنج، نجمع الضرائب. الشعب اعترض، مدرشوا مع نفسكم. فهذه الحلقة شكلها بيسوون مضاربة، الجيش حق زعلان، الناس زعلانين حق القرية. اصبر 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 اصبر، معايا وينجد هسر، معايا هذا الكولونيل، معايا البوليش رايفلمان، بيجون هم الحين. طبعا ما ادري وينهم. فسكان القرية اعترضوا على تجميع الضرائب، انا مالي دخل، المهمة ذي جتني من ال اوه والله كثيرين. تعال تعال بس تعال، يا ساتر كم عددهم ذولا. اهم شيء ما معاهم معاهم سيوف على ذينا، وانا معطينا خشب. قلت لاخوي ايش ادخلوا فيهم. الله الوقت هسر، الله الوقت هسر. شوف شوف شوف، ايوه واحد بس من خيانة انجرح، ما مات يعني. يورسفت اكشن، ادب سكان القرية، جمعت منهم 2700 ثلاثة، الحين بروح اسلمها الملك البولندا زي ما امرني. طبعا نشوف ايش في مهمات، هذه برضه ضرائب. باقي لها 15 يوم حقت خان اسلام جري. لا على طاري خان اسلام وينه؟ هي واز كلوز تو تمام، حرروها يعني. يقول لك يا طويل العمر، اسك تو كولكت ذا ديبت اوف 4000 ثلير ذات عماد باشا اوستهم. مع نفسك، يبغاني اروح اجيب ضرائب من امير. طيب الزبده، فولو ذا سباي ذات ميتنج. يقول له ايش؟ وارلورد مدري ايش، ايه هذه حقة الجاسوس. طيب تريد بيشنت وديلوج مع نفسهم. وين الحين نبي نسأل، بنروح نسأل احد عن الملك هذا حق بولندا وينه؟ ما في احد هنا. تعال 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 تعال،
وش قاعدين يسوون ذولا؟ لحظة، معركة داخلين ضد الروس. مع نفسك، ما ابغى اضيع جنودي. يعني احنا معاه سرد زي اول. اوكي، هذا انا ممكن اوقفهم ناخذ منهم فلوس. بليز دونت اني ترابل، خذ لك 213 ثلاثة. اجريد اي تشينج ماي مايند، اي تيك كانت تيك يور ماني. اخذت منهم فلوس يعني، نظل امهم شوي بس ننتبه من الاماكن هذه. وين رايح انا؟ انا بنمشي هنا زي ما شايفين. نمسك ذولا، هذول قاعدين يضربون مع بعض مرافقين. الحين باجلدهم جلد بالعقال. الحين اعطونا 213. فنروح عاد على المدينة ذي. انا طلبت طلبية، ما ادري خلصت ولا لا، حق جنود. مو من هنا، ما ادري وين طلبت انا من سلاتس ولا من وين. ايوه كفو، خلصت البتاع. خلاص ضغطت يا ودر كروت ثمان، اعطاني الجنود. الحين نسوي تدريب مره ثانيه. فعندهم باي كمان سورتسمن رانك كوساك، هذا جديدين والله ما ادري. بس انا اي شيء فيه كوساك اخاف منه، لانه اخاف انهم يعني من ذولاك الشعب. ما ادري شلون صراحه، بس مع نفسهم. خلينا نشوف الجنود الجديدين ذول اللي جوني. بولي شريتر تمام، سكتش موسكتير مدري ايش، وينجد هصر صار فيه سبعة. طيب وين المدينة اللي طلبت منها؟ وارساو، اكيد انها خلصت. وش يقول ذا؟ death of to the foes of the death to foes of the بولي شباب. اوه ايش فيه عصب ذا؟ We had to send. لحظة لحظة، هذا ما ادري ايش قصة امه. Let me see. Colonel, tell me what do you think I should do now. We had to send a letter demanding that he swift take himself to hell. lest we smoke him out of all our towns and strongholds. The Muscatov now lay still in Lithuania and take no fortresses. هذا الرجال الحين قاعد يعلمني وش قاعد اسوي. اها قاعد يسب اي واحد عادي البوليش ريبوبليك. فزي ما شايفين ايوه هذا، تعال تعال كاركوف حاصروها، مو مشكله بنروح ندافع عنها. I don't know where king. أما عاد وش ذا؟ أول مرة أسأل أمير حق دولة ويقول لي ما أدري وين الملك. أمحق 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 دولة، والله رايحة في أمها هذا الدولة. تعال أنت لا تقول لي بعد ما تدري وين من هو الملك ولا وينه. إلي ليش ما رايح وارساو؟ خلاص قاعد أهجول زي الأهبل. هذا هو الملك الظاهر قاعد في ورساو. ايه هذا هو. طيب بقول له جمعت فلوسك الخايسه دي. طبعا تحسنت علاقتي معاه واعطاني شويه من الفلوس، اعطاني 500 ثالير. I would ask you then to capture a Swedish commander and deliver him to this place. Then we shall incur as a Swedish perspective on the course of the war. يقول إذا تبي تسوي لي مهمة خاصة but I'm not yet the crossword with Swedish troop. أم عاد I shall not take no for an answer. Return to me with the prisoner. علاقتي صارت سيئة مع السويديين. يبغاني إيش؟
اجيب له جندي اوردر ديو تو ديليفر هيم كابتن سويدش سولدر. اح اح يبغى له اجيب له جندي سويدي. تعال يا حلوين، تعال يا هلا، تعال تعال. ما ادري اذا مديني الحين امسك ذولا. انا ودي افهم حاجة واحدة يا عزام شهدين، وهذا الشيء اللي خلاني اجيب العيد كذا مرة، ليش حاطين خيار الاستسلام فوق وخيار الهجوم تحت؟ يعني ما ودي افهم انا ليش افضل هجوم فوق والاستسلام تحت، الاستسلام اخر خيار يعني زي ما فور بوند. هذا الشيء ذاك اليوم كذا كذا مرة، حتى في التصوير يمكن قدامكم حلقات راحت تلاحظون بالغلط كذا ضغطت استسلام وانا ودي اضغط هجومي. هذول واثقين مرة من نفسهم. اخس يا لبي والله دخل فيه دخله. والله شوفوا هذول 12 واحد كيف بهذلونا، قوات السويس رايحة جامدة. هذا الريتر هذا يلسي تمام. كم بقى؟ بقى واحد. طيب تمام. هذول الاثنين تتار كفر. طيب مات مني اثنين، واحد ولدر ابو كلب وواحد مسكت منيتي ابو كلب. الحين هذا اتوقع كذا تممنا المهمة، ما ادري صراحة يمكن يعني ذي تمدح مدري ايش. وش ذا سويدش ارمي يا حبيب قلبي؟ لحظة وش ذا 211 الحين يبغاني اهاجم هذا المجرم؟ اتق الله يا اخي تهيل. سويدش ريتر 55 يا حبيب قلبي، قبل شي واحد ساعة ضر فيه ما مات. اما عاد ورثوه خذوها شلون؟ يوهو ايه توني كنت اكلم اخوي. والله شيء غريب صراحة الزين شديد، ما ادري ايش قاعد يصير هنا، بس انا اقول لكم يعني الوضع ما يطمن. ملكنا ذا نوب، خل نروح ناخذ جنودنا بس. اوه ام عاد ويني انا؟ طيب شوف شوف الاهبل ذا، الملك حقنا الملك داخل ضد مين؟ بندخل نفزع، بندخل نفزع نفزع الملك. طبعا هم مجروحين اغلبهم الاعداء. خش
بطيخ صراحة. مات مني 26، من الملك 16، ومنهم 70، هم أصلا 300. الحين 130 ضد 170، أنا لازم أنحاش. لازم أنحاش. قتل مع نفسه. نفس على ذا، بعدين طب على ذاك. بنطب عليه من ورا الحين انا والخيالة. لبيش، قال لي كفو، شكرا كفو، والله مدك ما قصرت من ذا اكثر. طيب يلا بقول له ممكن تلحقني، قلت له يلا تعال، قال يلا بلحقك، كفو كفو بجيب فزعة، تعال يا حمار هنا هنا. وين رايح ذا؟ يقول اول شيء وريني انك كفو بعدين بلحقك. او عنك زلاب. طيب والله ما تدري وين تروح صراحة. اما حتى كاركوف خذوها السويديين، يوه والله قلبوا علينا قلبوا عزيزين شديدين. ما ادري ايش السالفة، فجأة كذا طارت مدينتين. بس الوضع ما يطمن.